كل أولاده من خديجة إلا واحد إبراهيم، قلنا من منو؟ من ماريا. وماريا ليست من الزوجات، هي من جواري النبي صلى الله عليه وسلم، من الجواري. وعنده كان أربع جواري، ماريا وعنده ريحانة واللي وهبت له زينب وأخرى أصابها في السبي. الأربع من الجواري تسر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوان، قلنا خديجة ولدت له أولاده كلهم، وبحسب الترتيب اللي اختاره ابن القيم، كل واحد من المؤرخين بالمناسبة عنده قول في ترتيب الأبناء من حيث السن. الترتيب اللي اختاره ابن القيم أكبرهم رقية، ودي زوجة من؟ زوجة عثمان ابن عفان. طيب، ورقية دي قبل عثمان كان تزوج عتبة ابن أبي لهب، عتبة ابن أبي لهب، وما دخل بها، ما دخل بها. وقبل كده ذكرنا القصة إنه أول ما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، أبوه قال له ما بتجتمع مع بنته تاني فطلق. طيب، نمرة اثنين حسب الترتيب زينب، نمرة اثنين زينب، ورقية دي توفت في بدر، أما زينب عاشت لحد سنة 8 من الهجرة، سنة قبل الهجرة، سنة 8 عفوا من الهجرة، سنة 8 هجرية. زينب هي اللي كان متزوجة منو؟ متزوجة منو زينب؟ الربيع ابن أبي العاص وخالتها، الربيع ابن أبي العاص. نمرة ثلاثة أم كلثوم، أم كلثوم. طيب، أم كلثوم دي كان متزوجة عتيبة، ده اللي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومات، عتيبة ابن أبي لهب، وبعديه تزوج منه عثمان ابن عفان. طيب، الوحيدة اللي عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، الثلاثة دين ماتوا في حياته، وأم كلثوم ماتت سنة 9، وزينب الوحيدة اللي خلفت غير فاطمة، اللي خلفت زينب، وبنتها اسمها منو؟ أمامة، أمامة. وأمامة ما خلفت، ماتت صغيرة ما خلفت، عشان كده الفقهاء قالوا انقطع نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق فاطمة، يعني بناته دي كلهم ما خلفوا إلا زينب، ولدت أمامة وأمامة ماتت ولم تلد صغيرة. طيب، فاطمة رضي الله عنها أول الناس لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعده بستة أشهر، ماتت بعده بستة أشهر، وزوجها هو علي رضي الله عنه وعنها. طيب، كده احنا أخذنا معلومات يا إخواننا مهمة، عشان بعد ذلك تاني لما نجي في ذكر أي واحد من الأولاد أو الزوجات نقول حاجة من سيرته من غير ما نرجع إلى العدد. قال